اليوم اللي هيبقى فيه اللقاء بيبقى ليه وضع خاص، يعني انا واصدقائي الاهلاويه ان شاء الله هتقابلوهم النهارده كلهم. صعب نشتغل في اليوم ده، بيبقى تركيزنا منصب على المباراه، ان احنا اهلاويه جامدين شويه، يعني صعب نشغل باي حاجه تانية. فانا عن نفسي بالتعاون مع زملائي في المسلسلات اللي بشتغل فيها سابوني خالص النهارده عشان اتفرج على الماتش براحتي، اني مش هقدر اعمل اي حاجه غير الماتش. ودايما في ماتشات الاهلي والزمالك بنجتمع مجموعه كده، على راسها طبعا الاستاذ الكبير محمد عبد العزيز المخرج السينمائي، استاذ فاروق الفيشاوي، استاذ كمال ابراية، استاذ هاني مهنا، مجموعه كده من اصدقاء مقربين، استاذ عماد محرم. لازم نتقابل في اليوم دوت ونشوف الماتش سوا، ودايما ان شاء الله بيبقى وشنا حلو على الاهلي. تمنياتي المباراه ديت انها اولا تطلع مباراه جيده، عايزين نستمتع بكره قدم مستوى رفيع من الفرقتين. والمباراه ديت اقدر اقول يعني ان الجمهور مستنيها، بالذات ليها وضع خاص، يعني انتم عارفين المباراه ديت هتحدد لمرحله ما اول الدوري وثاني الدوري. واتمنى من الجمهورين ان هم يتقبلوا النتيجه، يعني سواء كسب الاهلي او خسر الزمالك فهنهني اللي فاز ان شاء الله. طبعا يعني بتمنى الفوز للنادي الاهلي، واعتقد ان هيبقى في مفاجآت في التشكيل، مش في اول الماتش، في اخر تلت ساعه ممكن. واعتقد ان الاهلي هيستطيع ان شاء الله برجالته انه يعدي المباراه ديت، وسنرى نسور النادي الاهلي تحلق في سماء برج العرب.